So, how does making the how does winning the Index and Censorship Free Expression Award make you feel? بالتأكيد شعور كبير بالانتصار وبالسعادة وبالإحساس بأنه المسؤولية والأداء اللي انت عملته الفترة اللي فاتت بيجد تقدير، خصوصا تقدير من مؤسسة كبيرة واسمها مرموق، فضلا عن أنه أنا عندي إحساس يقيني أن الجائزة دي أكبر داعم لها هو الثورة المصرية، هو قدرة المصريين على الخروج ضد حاكم مستبد وتغييره وإعلان دولة حرة حقيقة. هو ده اللي بيديني إحساس أن الجائزة دي ممنوحة لحرية وطني أكثر منها ممنوحة لجهدي في هذه الحرية. And what role can the outside world play, either individuals, organizations, in encouraging those that live within dictatorships, authoritarian regimes, to stand up for their fundamental right to free expression? ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه العالم لمساعدة هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في أنظمة ديكتاتورية سواء على مستوى الأفراد أو مستوى المنظمات بالخارج للحصول على حريتهم؟ بالتأكيد هو name and shame، الكشف، الفضح، الضغط، الدعم. يعني الكشف والفضح لكل اللي بيمارسوا قمع للحريات وقهر لحرية الصحافة وحرية الإعلام. في نفس الوقت ضغط على هؤلاء، ضغط على الدول والحكومات، والضغط على الحكومات الغربية والدول الأوروبية والأمريكية من أجل رفع إيد الدعم وإيد التعاون مع هذه الدول الدكتاتورية والحكام اللي بيقهروا شعوبهم واللي بيقهروا حرية مواطنيهم، فضلا على الدعم لهؤلاء الساعين للحرية، سواء الدعم المعنوي والأدبي وده أهم، الدعم الإعلامي والدعائي وده يلعب دور كبير، والدعم هنا بشكل واضح من مجتمعات من مؤسسات المجتمع المدني، مش من دول ومن حكومات، لأن الدول والحكومات تحكمها المصالح بينما قضية الحرية فوق أي مصلحة. And you will know the situation in regards to free expression in Egypt better than anyone else. What do you think the future lies for free expression in Egypt? Are you optimistic? أنت أفضل من يعرف كيف هو الوضع في مصر حاليا بالنسبة لحرية التعبير، فكيف ماذا تتوقع من مصر في المستقبل؟ هل أنت تشعر بالتفاؤل؟ أنا أشعر بتفاؤل كبير وعميق، ولا أظن أن الشعب اللي انتزع حريته من الفرعون يمكن أن يفرط فيها مرة أخرى، ولا يمكن للصحافة التي يعني ناضلت من أجل حريتها أنها تبيع هذه الحرية لدكتاتور أو لحكومة أو لتيار ديني مرة أخرى. وهنا مرد الإحساس الكبير بالتفاؤل أنه الشعب لن يفرط في المكتسبات دي، والحرية والصحافة الحرة تمتعت بهذه الحرية وذاقت معنى الحرية فلا يمكن أن تفرط فيه. And finally, there are people around the world in situations similar to the one you found yourself in the past, many not as brave as yourself, but what advice would you give to them? What message would you say to them about free expression and promoting free expression in a hostile environment? أنت تعرف هناك دول كثيرة في أشخاص يعانون مما أنت كنت تعاني منه في الماضي، ما هي النصيحة التي يمكن أن تسديها لهؤلاء الأفراد للحصول على حرية التعبير؟ الاستمرار في الدفاع عن آرائهم ومواقفهم وعدم الخوف، لأنه حقيقة الأمر أنه الشيء الذي يجب أن نخافه هو الخوف، أنه متى كسرنا حاجز الخوف سننتصر. بقول لكل ساعي للحرية وكل مدافع عن حق التعبير في العالم كله، متى كنت قويا ومستمرا وعنيدا في طلب هذه الحرية فسوف تحصل عليها. Thank you. Thank you very much.